بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 18. يقول: هو مريض بالسكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضا شافاه الله، ولم يستطع الصيام ولكنه يدفع نقودا كفارة عنه، فهل يكفي هذا أم عليه شيء آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تذكر أيها السائل أنك مصاب بأمراض لا تستطيع معها الصيام وأنك تدفع كفارة من النقود. نقول: شفاك الله مما أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليك. أما إفطارك من أجل المرض، هذا شيء صحيح لا حرج فيه، أن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى، عدة من أيام أخرى. هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان، حيث يستطيع أن يقضي في فترة أخرى. أما إذا كان المرض مستمرا ومزمنا لا يرجى برؤه، فإنه يتعين عليه الإطعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومنهم المريض الذي مرضه مزمن. والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد، أن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريبا، فعليك أن تدفع طعاما من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم، ولا تدفع النقود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نص على الطعام. الأيام التي دفع فيها نقودا، هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدلا عنها؟ إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك وقنع من فتواه فلا يلزمه أن يعيد. أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أفتي بها، فعليه أن يعيد وأن يخرج طعاما. نعم. هذا سؤال من الأخت خديجة سعيد من جدة، تقول: متى يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع، وما هي مفسدات الصوم عموما، وهل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع؟ يجوز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما من إضرار الصيام بالولدين، لأنه يمكن أن الصيام يضعف الغذاء الذي يتغذى به الولد بطن أمه، فإذا كان الأمر كذلك فلها أن تفطر وأن تقضي من أيام أخرى وتطعم مع القضاء. أو خافت على نفسها، خافت المرضع والحامل على نفسها من الصيام، أنها لا تستطيع الصيام وهي حامل أو لا تستطيع الصيام وهي مرضع لضعف في نفسها، فهذه تفطر وتقضي من أيام أخرى وليس عليها إطعام. إذا خافت على نفسها فعليها القضاء فقط، إذا خافت على ولدها فقط ولم تخف على نفسها فعليها القضاء والإطعام. هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع متى يفطران. نعم. هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها، هل يقاس عليها من أفطر مثلا لإنقاذ غيره، يعني بأن يقضي وعليه أيضا يطعم؟ نعم، يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة. نعم. إذا استدعى الأمر أن يفطر ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإطعام، فله أن يفطر ويقضي ومع الكفارة. نعم، يكفر أيضا، يعني يطعم مع القضاء. ما الكفارة فلا أجزم فيها بشيء، لكن القضاء عليه أن يقضي. نعم. نعم. بقية السؤال تقول: هل يجوز أن أو ما هي مفسدات الصوم عموما؟ مفسدات الصوم منها الأكل والشرب متعمدا، ومنها الجماع، ومنها الإنزال، ومنها أيضا أن يدخل إلى جوفه شيئا يصل إلى الجوف كالقطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف، إذا استعمل القطرة السائلة في الأنف أو في العين أو في الأذن ووصلت إلى حلقه فهذا يفطر، لأنه أدخل إلى جوفه سائلا متعمدا. كذلك أخذ الإبر المغذية، إذا أخذ الصائم إبرا مغذية فإنه يفطر بذلك، لأن الإبر تقوم مقام الغذاء فيفطر بها. وكذلك من مفطر
مفطرات الصائم الحجامة والفصد، خروج الدم الكثير بالحجامة أو بالفصد أيضا يفطر الصائم على الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. هذه الأمور التي تحضرني مما يفطر الصائم، وكذلك الحيض والنفاس هذا مما يفطر الحائض ويحرم عليه الصيام حال حيضها وحال نفاسها. نعم. والاستقاء كذلك. نعم. الاستقاء إذا تعمل الإنسان الاستفراغ حتى تقيأ فهذا أيضا يفطر، أما لو قاء من دون تعمد انغلبه القيء فإنه لا يفطر بذلك، كذلك لو أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر بذلك. نعم. الخروج الدمي من الإنسان رغما عنه نتيجة حادث مثلا أو قطع أو شيء، هل يفسد عليه صومه أم لا؟ لا يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغير اختياره، مثلا لو انجرح. نعم. وخرج منه دم أو خرج منه رعاف هذا لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد، حتى لو كان كثيرا، حتى ولو كان كثيرا لا يفطر بذلك. نعم. إنما الذي يفطر هو المحتجم والفصاد الذي لأنه تعمد إخراج الدم يفطر بذلك، ولورود الحديث في الحاجم في المحتجم. هل يقاس على هذا التعمد، هل يقاس عليه التبرع بالدم في نهار رمضان؟ نعم، إذا كان الدم كثيرا. نعم. تبرع بدم وسحب منه دم كثير فإنه يفطر بذلك لأنه مثل الحجامة. نعم. لأنه مثل الحجامة. نعم. بقية السؤال تقول هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع؟ لا مانع من ذلك، إذا كانت هذه الحبوب لا تضرها في صحتها وتمنع نزول الدم لا بأس أن تأخذها، وما دام أن الدم لم ينزل فصيامها صحيح. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع حسن عبد الرحمن من الرياض، يقول ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد، وما هو وقت صلاة التهجد وكم عدد ركعتها، وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا، وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح، أم أن ذلك لا يجوز؟ أما صلاة التراويح إنها سنة مؤكدة. نعم. وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة هذا هو الذي عليه عمل المسلمين، أما تأخيرها كما يقول السائل تأخيرها إلى ما إلى وقت آخر ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح هذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، لو أنهم أخروها لا نقول إن هذا محرم ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل هذا هو الذي عليه العمل. أما التهجد فإنه سنة أيضا وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل، القيام بعد النوم خصوصا في ثلث الليل الآخر أو في ثلث الليل بعد نصفه فهذا في جوف الليل فهذا فيه فضل عظيم وثواب كثير، وأفضل صلاة التطوع أفضل من أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، من أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، قال تعالى إن ناشئة الليل هي شد وطن وأقوم قيلا. نعم. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الإنسان صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم قام من الليل وتهجد لا معنى من ذلك ولا يعيد الوتر، يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ويتهجد من الليل ما يسر الله له، لكن الأفضل وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل لكن تفوته متابعة الإمام، الأفضل أن يتابع الإمام وأن يوتر معه لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. فيتابع الإمام ويوتر معه ولا يمنع هذا أن يقوم من آخر الليل ويتهجد. الحديث الذي يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لا يتعارض مع هذا. نعم. مع قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى يصلي هذا يكون خاص بمن لم يصلي مع الإمام التراويح. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت إيمان عبد الله من جدة، سؤالها تقول إذا كانت المرأة حائضا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا، وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها أم لا يؤثر ذلك عليه؟ أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال. نعم. وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفس طهرت في أثناء النهار فإنها تغتسل وتصلي وتمسك بقية يومها ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها. وأما النقطة الثانية وهي ما إذا انقطع دمها من الحيض أو من النفاس ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا، أما بالنسبة للحائض إذا تكاملت عادتها وانقطع دمها
انقطاعا كاملا ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فلا تلتفت إلى ذلك. أما بالنسبة للنفساء فإذا كانت انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجودا، لأنه عاد في فترة النفاس. أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس فإنه يكون حيضا. الحاصل أن هذا لا بد فيه من تفصيل. إذا كملت عادة الحائض واغتسلت انقطع دمها واغتسلت ثم رأت شيئا بعد ذلك لا تلتفت إليه، وإن كانت عادتها لم تكمل رأت طهرا في أثناء العادة ثم اغتسلت ثم عاد إليها إنها تعتبره حيضا لأنه مر جاءها في أثناء العادة. نعم. وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين فإنه يعتبر نفاسا، وإن كان عاد عليها شيء بعد تمام الأربعين إنها لا تعتبره شيئا إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل. نعم. بالنسبة للنقطة الأولى التي هي فيما إذا طهرت إحداهما في أثناء نهار رمضان، من لم تكن تعلم بهذا الحكم وحصل لها مثل هذا في الماضي فلم تكمل نهارها صياما، هل يلزمها قضاؤه أم يسقط عنها؟ القضاء لا بد منه حتى ولو أمسكت، أقصد لو لم تفعل فيما مضى جهلا بالحكم تكون أخطأت في هذا، وإذا كانت جاهلة فلا حرج عليها، أما القضاء عليها القضاء بكل حال. نعم. إنما يلزمها يعني أن تكمل النهار صياما، يلزمها الإمساك في بقية النهار. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله محمد من الدمام، يقول: بعض الناس وللأسف الشديد تراهم في رمضان يواظبون على الصلوات الخمس وعلى صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن، فإذا ما انتهى رمضان تركوا ذلك أو أكثر، فما الحكم فيهم وهل تقبل أعمالهم الصالحة تلك في رمضان، وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ أما الاجتهاد في رمضان الأعمال الصالحة فهذا شيء طيب، رمضان له خصوصية وموسم عظيم، ولكن المسلم مطلوب منه أن يجتهد في أعمال الخير في كل عمره وفي كل حياته وفي كل الشهور، لأن عمره فرصة ثمينة وهو قادم على دار تحتاج إلى عمل، فإن الجزاء في دار الآخرة إنما يكون على العمل، فالمسلم مطلوب منه أن يستغل حياته في الدنيا بالأعمال الصالحة، وأن يخص أيام الفضل والمواسم الخيرة كشهر رمضان يخصها بمزيد اجتهاد. أما هؤلاء القوم المفرطون المضيعون الفرائض الصلوات فإذا جاء رمضان اجتهدوا وحافظوا على الصلاة، فإذا خرج رمضان فإنهم يتركون الفرائض ويضيعون، هؤلاء لا يقبل منهم اجتهادهم في رمضان. وقيل لبعض السلف: إن قوما يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا العمل، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فهؤلاء لا يقبل منهم إذا تركوا الفرائض وتركوا الصلوات الخمس. أما إذا كان تركوا شيء من السنن ومن النوافل فهؤلاء لا حرج عليهم ومرجع لهم القبول فيما أسلفوا في رمضان. الله تعالى عنه. أحسن الله إليكم. الحقيقة هي عدة أسئلة بعثت بها الأخت السائلة من عمان بالأردن، رمزت لنفسها بسائلة خير. أسئلتها منها ما يتعلق بشهر رمضان ومنها ما يتعلق بغيره. بالنسبة لما يتعلق بشهر رمضان تقول: أصوم أحيانا بدون عقد النية عند بدء قيام، فهل النية شرط في صيام كل يوم أم تكفي في أول الشهر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصيام وغيره من الأعمال لا بد أن يكون عن نية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي رواية: لا عمل إلا بنية. فصوم رمضان يجب له النية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم. والسائلة تقول: إنها طلع عليه الفجر ولم تنوي إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صومها ذلك اليوم؟ الجواب أنه يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي مضى جزء منه بدون نية. والنية في رمضان لكل يوم بمفرده، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، فينوي الصيام لكل يوم من الليل. لو طلع عليه الفجر ولم ينوي كحال السائلة ونوى بعد ذلك، فإن صومه لا ينعقد عن فرض رمضان، بل عليه أن يقضي ذلك اليوم سواء تركها عمدا أو سهوا. لكن لو كان قد نوى من الليل ولكن حصل عنده شيء من النسيان أو حصل عنده شيء من الشواغل وعزب عن خاطره، عزبت النية عن خاطره،
لكن هو قد نوى وأسبق النية، فهذا الشيء العارض لا يؤثر ما دام أنه لم يعدل عن نيته الأولى. فالعارض البسيط لا يؤثر على النية، صيامه صحيح، إلا إذا نوى نية أخرى وهي العدول عن صوم ذلك اليوم، فإنه لا بد من تجديد